بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نبلش بالفاكتورز افكتنج دراج ميتابوليزم. طبعا هاي يعني الشابتر اتس فيري امبورتنت، لانه بصراحه بياثر على يعني سو ماني بارامترز ان دراج بروفايل. وبنفس الوقت يعني مثلا بياثر كمان كثير على الدراج انتراكشنز. ف يعني راح نشوف احنا شو الشغلات اللي مهمه بالفاكتورز افكتنج، شو العوامل اللي بتاثر على الفاكتور على الدراج ميتابوليزم ان جنرال، وبدنا شويه تركيز. اوكي طيب، طبعا في بعض الملاحظات اكيد مرت معنا في السابق يعني، بس احنا راح نرجع نحكي عن بعض منهم. فاول شيء بنبلش بالانزيم اندكشن. طبعا الانزيم اندكشن means in which the rate of enzyme synthesis is increased relative to the uninduced organism. طبعا هاي وين بتصير او كيف بتصير؟ بتصير انه بصير في عندي induction for the transcription of gene coding the cytochrome B450. احنا بنعرف انه السيتوكروم B450 it is an enzyme بتصنع من ايش؟ من الـ mRNA اللي هي بالاصل طالعة من وين؟ من الـ DNA. فاذا شو اللي راح يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي over expression of the gene coding this enzyme. بهاي الحالة شو راح يصير بتركيز السيتوكروم B450؟ راح يزيد ولا راح يقل؟ راح يزيد بالضبط، وهذا اللي بنسميه الانزايم induction. طيب مين اللي ممكن يحفز الـ overproduction of certain types of enzymes؟ في عنا كثير مواد، كثير أدوية، كثير even food content أو food constituents، مواد موجودة حتى داخل الأكل ممكن تحفز تصنيع الانزيمز وخصوصا السيتوكروم B450. And this phenomena it is a dose dependent. يعني كل ما زاد تركيز الانزيم inducer كل ما زاد ال overproduction of this particular enzyme. هسا وين أهمية هذا الموضوع؟ إذا أنا بدي أعطي enzyme inducer along with another drug. إذا الانزيم انديوسر وال يعني راح يسرع الميتابوليزم اوف ذا اذر دراج. يعني مثلا لو فرضنا this is the enzyme inducer اعطيته مع ماي دراج، اذا شو راح يصير بماي دراج؟ راح يتحول بشكل سريع لايش؟ لميتابولايت. مظبوط. هسه هل هذا الدرج انتراكشن it is serious drug-drug interaction ولا mild ولا it doesn't have any effect؟ على شو بيعتمد؟ مين بيقدر يحكي لي؟ يعني هل لازم أخاف من هذا البوسيبل drug-drug interaction ولا في شروط؟ دكتور بيعتمد على الثيرابيتيك اندكس، اذا كان الدواء نارو ثيرابيتيك اندكس او هاي او لارج ثيرابيتيك اندكس. ماشي، اذا كان نارو بيكون خطير. ماشي، ثيرابيتيك رينج او ثيرابيتيك اندكس ممكن. شو نوع الميتابولايت بتطلع معنا كمان؟ شو هي نوع الميتابولايت اذا توكسيك او لا؟ بالضبط، اذا ذا ميتابولايت اتسلف، يعني هل الميتابوليزم بعطيني inactive metabolite ولا toxic metabolite ولا active metabolite مثلا. فساعتها بشوف انه والله هذا البوسيبل drug-drug interaction بالعكس قاعد بيوصل دوايا او بيحول دوايا لmore active metabolite which is good. احيانا هذا drug-drug interaction او induction بعطيني toxic metabolite، ساعتها I must think about this combination. واضح؟ طيب شو كمان؟ ثلاثة. هل بيعتمد على الدوز كمان؟
الدوز ماشي بس لا لازم نحطها يعني في شيء اهم اللي هي the type of cytochrome B450. شو يعني؟ حكينا احنا انه مثلا معظم الادويه بيصير لها بايش؟ صح؟ سايتوكروم 3A4 او 2D6 مظبوط؟ متذكرين هذا الحكي؟ اه دكتور. طيب هسا الانزيم انديوسر، هل هذا الانزيم انديوسر والانديوس والاكتيفيت the overproduction of all families and subfamilies of cytochrome B450 ولا راح يكون specific for certain type of cytochrome B450؟ راح يكون specific، يعني في عنا drugs تعمل induction لل 3A4، في عنا drugs تعمل induction لل 3A4 وال 2D6، في عنا انزيم تعملش لولا واحد منهم، تعمل لل 2E1. واضح؟ فلازم تعرف أول إشي دواك بصير له ميتابوليزم by which enzyme and the co-administered drug اللي هو الانزيم انديوسر، هل هذا الانزيم هو حلقة وصل أو اللي بسموها العامل المشترك بين هذا الدواء والإنزيم إنديوسر؟ إذا كان العامل المشترك يعني دواي بيصير له ميتابوليزم B3A4 والإنزيم إنديوسر بيعمل لي إندكشن لمين؟ لل3A4. ساعتها I must study the possible drug-drug interaction. أما بالمقابل إذا أعطيت إنزيم إنديوسر مثلا بيشتغل على 2E1 لو فرضنا ودواي بيصير له ميتابوليزم B3A4، هل في عندي هون drug drug interaction؟ لا بالضبط. شايفين كيف؟ فإذا the type of cytochrome B450 it is very important to know. عشان هيك في عنا كتاب الكتاب المعتمد تبعنا اللي هو الفوي أو حتى ويلسون أند جيزفولد، إذا بترجعوا عليه بتلاحظوا إنه في tables كبيرة طبعاً بتحكي لك انه مثلا الاسبرين بصير له ميتابوليزم باي ذس انزيم مثلا 2D6، مثلا باراسيتامول بصير بال 3A4، بحكي لك شو المين انزيم ميتابولايزنج يور دراج، وبالمقابل في انذر تيبل شو بحكي الانزيم انديوسرز فور 3A4 1 2 3 4 5 and so on، بيعمل لك ليست طويلة بالبوسيبل انديوسرز فور ذيس انزيم. فزعيتها أنا كفارماسيست إذا أنا بعرف إنه الأسبرين it's not with a narrow therapeutic index it has a wide therapeutic index I don't have to worry about this possible drug-drug interaction. بينما إذا بعرف إنه الوارفارين for example بصير له ميتابوليزم ب3A4 وبعرف إنه مثلاً الفينوباربيتال بعمل إندكشن لل3A4 ساعتها بدي أصير أفكر بهاي الشغلة. فلازم تعرف شو الإنزيم ميتابولايزينج يور دراج والكو أدمينستر دراج اللي مع دواك هل بعمل إندكشن لهذا الإنزيم أو لا. تمام؟ فمش دائما الدراج كومبينيشن it is something to worry about. مفهوم شباب؟ طبعا الناس اللي بتداوم بالصيدلية أو اللي تدربت بالصيدلية بتشوف أهمية هذا الحكي، لأنه الوصفات اللي بتيجي على الصيدلية ما بتكون عبارة عن one drug، صح ولا غلط؟ شو أحيانا بكون مكتوب؟ مثلا antibacterial along with analgesic along with مثلا antihistaminic antifungal whatever. فوارد جدا يكون في عندي possible drug-drug interaction. Sometimes this drug-drug interaction will be minor, minimal, negligible. On the other hand, ممكن يكون إيش serious drug-drug interaction.
مفهوم شباب الحكي اللي أنا بحكي عن الإنزيم إندكشن؟ واضح؟ واضح دكتور. طيب هسا خلينا نشوف بعض المركبات الدوائية والمركبات الكيميائية اللي ممكن تكون إنزيم إندوسر. مثلاً السموكينج، معظم المواد اللي موجودة بالدخان أو بالسيجارة تعتبر إنزيم إندوسر. البوليسايكليك أروماتيك هيدروكاربون كمان هاي موجودة في كثير مواد، مثلاً ممكن تكون مثلاً موجودة بمواد مثلاً البناء، حتى بالسيجارة سموكينج في عندي بولي أروماتيك هيدروكاربونز، وممكن تكون عبارة عن بوليوتنتس، يعني مواد مثلاً تريسز موجودة في بعض يعني المواد المصنعة. في عندنا الزانثينز والفلافونز اللي موجودة بالأكل، طبعا مثلا الزانثين موجود مثلا بالشاي، أكيد سمعتوا في الثيوبرومين يمكن، المهم فهاي الشغلات موجودة. فلافونز مثلا موجودة بالسافرول، زعفران موجودة في كثير نباتات عشبية احنا بنأخذها. هالوجينيتد هيدروكاربونز اللي موجودة بالإنسكتسايدز والبستسايدز اللي هي المبيدات الحشرية والمبيدات المزارع، فهاي كمان تعتبر إيش؟ تعتبر إنزيم إندوسر وسم فود أديتيفز. أوكي؟ طيب طبعاً هاي المواد تعتبر إنزيم إندوسر فور مين؟ فور سايتوكروم بي 450. بس لازم تعرف سيجارت سموكينج لمين من الايزوفورمز تبعات السيتوكروم بي 450 عشان نشوف. طبعا اكيد انتم بتسمعوا انه مثلا انا لما اعطي الانالجيسك مثلا لاشخاص مدخنين ما بحس انه استجابه المريض لهذا المسكن زي استجابه مريض نون سموكر، صح ولا غلط؟ بالمقابل انا بحكي مع حالي ولا شو؟ سامعيني انتم؟ دكتور معك. نبلش نسأل الطلاب اللي نعسانين. طيب بالمقابل أكيد كمان مر علينا حالات إنه مريض مثلا مدخن دخل على غرفة عمليات عشان نعمل له عملية، بتوقع مثلا جرعة المخدر اللي هي الجنرال أناستيك تبعته تكون مختلفة عن جرعة شخص غير كبير دكتور، صح؟ بالضبط، يعني هي بتعتمد. ف كل هاي believe it or not بلعب دور فيها اللي هو الانزيم induction and انزيم inhibition. تمام؟ طيب رح نأخذ أمثلة. طبعا هسا شو الهدف مني أن أدرس هل هذا الدواء عبارة عن انزيم inducer or not in order to evaluate the pharmacological, toxicological and to adjust the dose of your drug. فلما أنا أعطي two drugs واحد منهم بعمل metabolism يعني بيحفز الميتابوليزم لا other drug I must adjust the dose for this particular patient. إذا أنا مضطر أعطي هذول two drugs along with each other، إذا ما كنت مضطر بشيل واحد منهم. أوكي؟ طيب طبعا إحنا حكينا إذا في عندي احتمالات الدواء بيصير له ميتابوليزم لا more potent أو لا more toxic أو لا inactive. أحيانا للأسف ممكن الدواء تبعي يتحول لإيش؟ لكارسينوجينيك، وبهاي الحالة شو دواء بسميه؟ برو كارسينوجين. حكينا عنها في الميتابوليزم ولا ما حكينا عنها هاي برو كارسينوجين؟ البرو كارسينوجين it is your drug لما يصير له ميتابوليزم بتحول لكارسينوجينيك ميتابولايت. So my drug it's not carcinogenic by itself. Its metabolite is the carcinogenic. واضح الفكرة؟ عشان يكسم منها برو كارسينوجين. طيب طبعا في عنا بعض الأدوية اللي تعتبر كمان انزيم انديوسر، من أشهرها الفينوباربيتال، فينايتوين، والريفامبيسين. طبعا هنا cigarette smoking it's not a drug إلا المدخنين بيعتبروها علاج
يعني بيصيروا يدافعوا عن التدخين، بحكي لك لا والله يا عمي التدخين بيشيل الصداع وبعرف ايش ايش وبيحسن المزاج، هم بيعتبروه دواء يعني بالنسبة لهم، احنا ما بنعتبره دواء الحمد لله. فإذا الفينوباربيتال، فينايتوين، ريفامبيسين، هذول الشغلات تعتبر انزيم انديوسر. خلينا ناخذ بعض الأمثلة وشو كمان اللي هي خطورة الدراج دراج انتراكشن ات ذا ليفل اوف انزيم اندكشن. مثلا ريفامبيسين induce the metabolism of oral contraceptive لانه بيعمل activation او induction لل3A4. طيب اذا انا مضطر اعطي الريفامبيسين لمرأة بتاخذ oral contraceptive، اذا شو راح يصير بالoral contraceptive داخل جسمها؟ مين بعرف؟ يتكسر بسرعة ما تستفيد منه كتير. بالضبط، اذا الليفل تبعه راح يقل. إذا هل في عندي احتمالية للحمل في هاي الحالة ولا ما في احتمالية للحمل الزيادة يعني؟ بل حتكون أكثر. طبعاً بالضبط. فإذا لازم ننبه المريضة إنه في احتمالية كبيرة للunplanned pregnancy إذا أنت بتأخذ الريفامبيسين along with the oral contraceptive، بضطر إني أغير الريفامبيسين لهاي المريضة. Phenobarbital, cigarette smoking, dexamethasone also will induce the metabolism of estrogens, vitamin D and bilirubin in women. طبعا انا بهمني انا بحكي مش بس in women, in both women and men. بس لما احكي عن estrogen وvitamin D انا بهمني مثلا عند السيدات انه الاستروجين مربوط بايش؟ مربوط ب الاوستيوبوروسيس ومربوط بايش؟ بالمنسترول سايكل. اوكي، فاذا لما يصير في عندي irregular levels of estrogens because of مثلا مراه مدخنه، طبعا مراه مدخنه اذا الاستروجين ليفل اللي بجسمها راح يكون fluctuating بناء على كميه السموكينج اللي هي بتدخن، صح ولا غلط؟ طيب irregular estrogen levels مش بيعمل لي irregular cycles، صح ولا غلط؟ فوارد جدا يعمل خربطة في اللي هي الدورة الشهرية، هاي شو نقطة. ممكن يعمل لي pre-menopausal woman. شو يعني pre-menopausal woman؟ هي سن الأمل بحكم. بالضبط، إذا بصير سن أمل مبكر لهاي الست المدخنة، وبنفس الوقت يزيد لي كمان ألياف، يزيد لي. طبعا إحنا بدناش ندخل بتفاصيل أو تأثيرات الاستروجين فلكتويشن وكل هاي الأمور، يعني مش إحنا بصددها، بس كثير مشاكل بتصير. إحنا بس ركزنا على الريجولر سايكلز بري مينوبوزل وومن and increased risk of osteoporosis. واضح؟ فهاي الثلاث شغلات المرأة المدخنة بدها تدير بالها من هاي الأمور. طبعاً فيتامين دي كمان بيزيد المشكلة تبعت الأوستيوبوروسيس ومشاكل المشاكل بالسي ان اس، لأنه الفيتامين دي مش بس لبناء العظام، ده كثير شغلات داخل الجسم مهم الفيتامين دي. فهنا كمان الفيتامين دي راح تزيد تكسره بوجود هاي المركبات. اوكي، مثال اخر، سيجاريت سموكينج will lower the serum level of theophyllin إمبرامين استراديول، بقلل urinary excretion of nicotine. واضح، بيزيد الميتابوليزم اوف ديازيبام. فمثلا مريض سموكر بده ياخذ فاليوم مثلا، مش راح ياخذ 1.5 ملي جرام، بده 5 أو 10 ميلي جرام دوب يمشي معه. أوكي، كلورديازيبوكسايد، كلورديازيبوكسايد اللي هو شو؟ مين بيعرف هذا المركب موجود بالصيدلية؟ موجود بالليبراكس. بالضبط، اللي هو أنتي إسبازموديك واللي هو للتهيجات اللي هي الإريتابل باول، فتهيجات المعدة والقولون، فبده جرعة أعلى هذا السموكر. طيب مثال ثاني، في عندي أدوية بتعمل إندكشن لنفسها. شو يعني؟
ناخذ مثال اللي هو الفينوباربيتال. الفينوباربيتال حكينا انه انزيم انديوسر راح يحفز الانزيم ميلي طبعا سايتوكروم بي 450 وهو نفسه بيصير له ميتابوليزم بالسايتوكروم بي 450. اجيت انا بدي اخذ فينوباربيتال، طبعا بتعرفوا الفينوباربيتال يستخدم كسيديتيف هيبنوتيك، اخذت الجرعه الاولى استفدت عليها الامور تمام، بس شو صار بالجرعه الاولى والثانيه والثالثه؟ انا قاعد بزيد تركيز مين؟ I will induce the overproduction of cytochrome B450. صح ولا غلط؟ طيب بعد جرعتين ثلاثة أنا أعطيت الفينوباربيتال، بس للأسف شو واجه؟ واجه تركيز عالي من السيتوكروم B450. What will happen؟ شو راح يصير؟ ما راح استفيد من الدواء. خلينا نسأل خلص كونه الوضع هيك بصراحة. طيب هناء، هناء إيزولي، هناء معنا عشان نبلش نسجل حضور وغياب. هاي هناء مش موجودة. طيب هبة جروان، وهبة مش موجودة. نور أبو خيط. نعم دكتور موجودة. شو رأيك نور بالموضوع؟ كمان مرة خلينا أسأل السؤال. فينو باربيتال هيك كويس. الجرعات الأولى، الجرعات الأولى الفينو باربيتال زاد تركيز السيتوكروم بي 450. بعد جرعتين ثلاثة أخذت نفس الجرعة الفينوباربيتال، شو راح يصير فيها يا هبة؟ وين راحت هبة؟ دكتور كتبت على الشات إنها مش راضي المايك يفتح عندها. طيب العنود دكتور بتكون فعاليته أقل بعد الجرعة المتكررة يعني؟ إذن راح يتكسر الدواء بسرعة، مش راح استفيد من هاي الجرعة لأن داخل جسمي راح تكون جرعة قليلة. مزبوط. إذن شو لازم أعمل؟ أزيد الجرعة. بالضبط، لازم أزيد الجرعة، وهذا الإشي اللي بنسميه الابرنت توليرانس. الابرنت توليرانس، اذا انا سالتك شو يعني ابرنت توليرانس، اللي هي the administration of some drugs for a long period of time may stimulate their own metabolism. فجرعات كل جرعه اللي بعديها بدها تكون اعلى، اللي بعديها بتكون اعلى. طبعا هذا بيختلف عن الشيء اللي اخذتوه يمكن بالبايوكيمستري اللي هو سميناه desensitization of receptors وال overproduction of receptors، فما راح نتطرق لهاي المواضيع. هي لازم بعد ما تعطي جرعة الدواء بدك تخف، بدك تبطل تعطيها للمريض تصير تخفف بالجرعة، هيك القصد؟ لا، هاي لها علاقة كمان بال ممكن لها علاقة حتى بال desensitization of، بس مش موضوعنا. احنا موضوعنا هنا ان نعرف شو يعني apparent tolerance، وليش في بعض الأدوية الجرعات اللاحقة بتكون أعلى من الجرعات الأولية. أحد الأسباب اللي هي the drug will induce its own metabolism، فبدي جرعات أكبر من هذا المركب. تمام؟ طيب مثال آخر، طبعا الألكوهوليكس اللي بيشربوا كحول، إن شاء الله أنه ما حدا فينا بيشرب كحول. طبعا الهيفي الكوهوليكس ميتابولايز فينوباربيتال، تولبيوتامايد، فينايتوين، مورابيليزان، نون انكوهوليكس،
مين اللي بيشتغل الكحول على ايش؟ على 2E1. واضح كيف الفكرة؟ طيب أحياناً ممكن أنا أعطي إنزيم إنديوسر، طبعاً هاي حالات قليلة، خصوصاً مثلاً هايبر بيليروبينيميا اللي هو زيادة البيليروبين بالدم. عشان أزيد طرح البيليروبين، لأنه البيليروبين صبغة سامة إذا وصلت لحد معين، شو بعطي؟ بعطي إنزيم إنديوسر للإنزيم اللي بيعمل ميتابوليزم لمين؟ البيليروبين. واضح؟ فممكن في بعض الحالات أعطي الإنزيم إنديوسر as a drug. طيب what about the food drug interactions؟ بالنسبة للفود drug interactions إحنا بنعرف إنه في كثير مواد، طبعاً معظم المواد اللي موجودة داخل الأكل وداخل الخضار والفواكه they are chemical compounds and most of them they are organic compounds، خصوصاً اللي هي بتكون من مصدر حيواني. فمثلاً الكبج والكوليفلور، شو يعني كبج؟ الملفوف أو إشي زي هيك؟ الملفوف مش إشي زي هيك، الملفوف. الملفوف طبعاً أنا ما بحب الملفوف بصراحة، يعني مش صاحب معهم. ملفوف والستيمولايت ذا مونو أكسيجينيز إنزيم، طبعاً هذا دراسات وين؟ برات. فهل ممكن يعمل داخل الجسم؟ ما بعرف بصراحة، ما دورت إنه، بس وارد جدا إنه ممكن يعمل استيميليشن، بس الواحد مش كل يوم بوكل ملفوف، الحمد لله طبعا هي نعمة من رب العالمين، الواحد بوكش ملفوف كل يوم. كوليفلاور الزهرة أو القرنبيط، فينا فلافون، سافرول، يوكاليبتول، زامثنز، فولتايل أويلز، هاي الشغلات كثير موجودة بالنباتات العطرية والنباتات الخضراء. يعني مثلاً سافرول وين موجود؟ مين بعرف؟ سافرول الزعفران. الزعفران طبعاً الزعفران غالي كثير، تعرف أنت صح ولا ما تعرف؟ ولا ما عارف؟ غالي. أها الناس اللي 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 اللي, اللي بيشتروا شغلات هيهم بصيروا يجاوبوا انه عندهم خبره، عندهم خبره ما شاء الله. طيب الايوكاليبتول طيب وين موجود؟ بالايوكاليبتوس. بالضبط، شو هو الايوكاليبتوس؟ ما عمركوش حضرتوا دعايه معجون اسنان كولجيت لما يحكي لك موجود في إيوكاليبتوس والمرة والميرامية والبعرفش إيش؟ الإيوكاليبتوس هو عبارة عن قرنفل. والطايل أول من وين مأخوذ؟ اللي بيعرف إله إله ربع لغة قرنفل. دكتور شو هو؟ قرنفل. قرنفل لا لا الكينة. بالضبط، شجرة الكينة. إلك ربع دينار. فكر له علامة. طيب الإيوكاليبتول كثير بيستخدم صراحة، يعني بالمعاجين الأسنان يعني أنا شفته، وفي له استخدامات أخرى. زامفينز طبعا موجود بالقهوة والشاي، فهاي المواد تعتبر إنزيم إنديوسر يعني لبعض المركبات، يعني مش لكل الأدوية. طيب خلينا نيجي على الإنزيم إنهيبيشن. في حدا عنده أي سؤال؟ طبعاً أنا ما حبيت أكبر لأنه في كثير بصراحة قوائم كبيرة على الإنزيم إنديوسرز والإنزيم إنهيبيترز، فبصراحة صعب إن نحفظهم، بس بتسوى يكون عندك مثلاً بين فترة وفترة تتطلع عليهم، خصوصاً للناس اللي راح تداوم بصيدلية، تعرف إنه مثلاً والله من أكثر البوتنت إنزيم إنديوسر كذا وكذا وكذا، فلما تيجي الوصفة مع بأدوية من هذا النوع بدك تفكر وتصير تدور هل فعلا ممكن يكون عندي serious drug-drug interaction between these two drugs مثلا أو لا. أوكي؟ عاد عن ذلك يعني you don't have to يعني much worry about the enzyme induction. في عنا enzyme inducers بتكون very weak. أوكي؟ طيب نيجي على ال إنزيم إنهيبيشن. الإنزيم إنهيبيشن موضوعها مختلف.
enzyme inhibition إنه الدواء تبعي الانهيبيتر will directly interact with the enzyme and inhibit this enzyme. واضح الفكرة؟ بمعنى آخر تخيل هذا الإنزيم وهذا البايندينج سايت تبع الإنزيم. أوكي؟ بيجي دواية الدواء تبعي طبعاً عادةً بصير له ميتابوليزم by this enzyme يعني بدخل جوا وبصير له ميتابوليزم بغض النظر شو بدي يعطيني active metabolite, inactive metabolite, whatever. لما أعطي الانهيبيتر بهاي الحالة أوكي راح يصير في عندي competition between this drug and the inhibitor. فلما يدخل الانهيبيتر راح يمنع الدواء إنه يدخل. فشو صار بدواية؟ شو صار بدواية؟ ما راح يرتبط بالإنزيم. ما راح يرتبط. صار inactive. يعني صار له accumulation inside our body. For this enzyme will not be able to metabolize my drug. إذن my drug will stay for longer period of time inside our body. فإذا كان دواي توكسيك إذا بتوقع إنها تزيد التوكسيستي. إذا كان دواي أكتيف لا والله شغلة إيجابية وراح يصير في عندي longer duration of action. مفهوم الفكرة؟ فهي بتعتمد. فما حدا لما أسألك والله administering enzyme inhibitor with your drug will increase the toxicity of your drug. True or false? شو الجواب؟ False, مش بالشرط. لا ما هي لا 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 true ولا false. I cannot tell. يعني ما بقدر أحدد. أوكي. يعني هو مش شرط إنه يعمل toxic. ممكن يعطينا زي ما قلت أول شوية. فإذا هي بتعتمد هل دواي فعلا إذا ضاد صار له accumulation راح يكون toxic. يعني مثلا تخيل الدواء هذا وارفرين. طب الوارفارين أنا بعرف إنه إله نارو ثيرابيوتيك إندكس. طب إذا منعت الميتابوليزم تبعه شو راح تزيد تركيزه؟ بالدم. فإذا طلع عن الماكسيمم سيف كونسنتريشن وعمل لي توكسيسيتي. صح. ممكن يعمل لي نزيف مثلا. صح. فإذا هاي الشغلة مهمة لازم أعرفها. فالإنزيم إنهيبيتر إن جنرال they will inhibit the binding of your drug with the particular enzyme. خلينا ناخذ امثله. طبعا في عندنا 3 types of mechanisms. مثلا ال 3A4 مثلا بيعمل ميتابوليزم لوارفارين لفينايتون لبروبانولول لنيفيديبين كلور دايزيبوكسايد دايزيبام ليتوكين مجموعه كبيره من المركبات المعروفه والمشهوره. طلعوا السايميتيدين. It will inhibit the 3A4. واضح؟ وال 1A2 وال 2D6. طبعا السايميتيدين اتجمت انسحب زمان من الأسواق. يمكن أحد الأسباب كانت serious drug-drug interaction with different drugs. بس كمان لاحظوا إنه بيعمل male impotence. مش موضوعنا طبعا. بينما الرانيتيدين اللي كمان جديد بطل موجود بالأسواق هو بس specific for 2D6. يعني ممكن ما في مشكلة تعطي الرانيتيدين مع الوارفارين. شايفين كيف؟ هنا بيشتغل على 2D6 هنا بيشتغل على 3A4. فهذا اللي أنا الحكي اللي أنا كنت أحكيه. إذن لازم أنا أشوف دواية مع بإيش بيصير الميتابوليزم and the inhibitor will inhibit which type of cytochrome isoforms. تمام؟ تمام. طبعا هنا يمكن هذا السلايد بصراحة يعني موقعه غلط لأنه الهايبرفورين بيزيد يعني هو عبارة عن enzyme inducer هذا المركب. فهنا forget this slide بصراحة. أوكي؟ فما بدنا اياه. طيب خلينا نيجي على الميكانيزمز اوف انزيم انهبيشن. واحد ذا
reversible inhibition. رح نحكي عنها بعد شوي. اثنين metabolite intermediate complexation, واخر ميكانيزم ميكانيزم based inactivation. نبلش بالريفيرسيبل انهيبيتور. الرسمه اللي قبل شوي رسمتها على السلايد اللي قبلي هاي تعتبر ريفيرسيبل انهيبيتور, يعني مركبي راح يرتبط بالبايندينج سايت نفسه تبع مين؟ تبع الدواء. اوكي, mainly these reversible inhibitors بيرتبطوا بالهيم سنتر. متذكرين لما حكينا عن السيتوكروم بي 450؟ حكينا انه السنتر تبعه بيحتوي على الهيم مويتي. معظم هاي المركبات لها القدره ترتبط بالهيم ايرون, عشان هيك بتمنع ارتباط الدواء تبعي اللي المفروض يصير له ميتابوليزم بالسيتوكروم بي 450. في بعض الادويه بالمقابل بترتبط على اللايبوفيليك سايت, وهي نقطه ان شاء الله راح نحكيها لما نحكي عن الريسبتر والانزيم اللي فصول الريسبتر والانزيم. يعني لما انا احكي عن بايندينج سايت احيانا بكون في عندي بوكيت جوا البايندينج سايت بعتبرها هيدروفيليك ايونايزابل بوكيت, بالمقابل في عندي another bucket جوا البايندينج سايت شو بعتبرها؟ بتكون لايبوفيليك بوكيت. فاحيانا انا بصمم دوايه يجي وين يروح يرتبط؟ باللايبوفيليك بوكيت او يرتبط بالهايدروفيليك بوكيت, وممكن اعمل دواء بحيث انه يرتبط وين؟ in both, يعني يكون في زي هيك. طلعوا كيف؟ تخيل مركبك زي هيك متشعب, جزء منه بولر وجزء منه لايبوفيليك, فدخل ارتبط بالجهتين. واضح؟ وارد. هذا راح يمكن تكون اوضح لما نحكي عن الانزيم دراج انتر اكشن والريسبتر دراج انتر اكشن. طيب طبعا شوفي عندنا هنا فينا من اشهر الامثله اللي هم الكينولونز زي السيبروفلوكسيسين سايميتيدين, واكثر شيء معروف بيعمل ريفيرسيبل انهيبيشن اللي هو الازولز انتي فانجلز. ازولز انتي فانجلز زي ايش؟ ازولز انتي فانجلز مين بيعرف بالضبط؟ اكثر شيء بيعمل اللي هو الكيتو كونازول. يعني لما تكون الكيتوكونازول, هسه رح نحكي عن الاسم التجاري تبعه, والإترا كونازول, هذول اكثر اثنين من الازول انتي فانجلز بيعملوا انزيم انهبيشن لدرجه اقل بكثير من فلوكونازول. طبعا فلوكونازول اللي هو الديفلوكان اكيد سمعتوا فيه, اسمه التجاري او فلوكاند. كيتوكونازول شو اسمه التجاري؟ مين بيعرف؟ نيزورال. بالضبط النيزورال. الناس اللي بتداوم بالصيدليه بتشوفوا حبوب من النيزورال حاليا؟ حبوب نيزورال دكتور بش النيزورال على شكل شامبو؟ ما انا قاعد بسال, بتشوفوا حبوب نيزورال؟ دكتور لا, بس بتذكر مرة شفت حبوب لشبكة تانية بالضبط. النيزورال, النيزورال كان موجود حبوب, هسه مينلي موجود كريم وشامبو للفطريات الجلد والشعر. في عندنا كمان تابلت من الكيتازول اي ثينك للدولية, يعني موجود. بس بصراحة لأنه لما ألاقي الوصفة فيها كيتوكونازول يعني زي ما بيحكوا بحط ايدي على قلبي. Believe it or not, ketoconazole it has wide range of enzyme inhibition مع كثير أدوية, كثير كثير يعني. عشان هيك فما بتضمن إذا أنت بدك تعطيه مع other drug, أو والله راح يصير له ميتابوليزم, مش راح يصير ميتابوليزم للثاني, راح يصير inhibition. عشان هيك بصراحة استخدامه قل بشكل كبير
because it has been replaced by much safer fluconazole. Okay? وظل موجود topical. فراح نحكي عنه. تمام؟ فإذا الإنزيم إنهيبيتر بيرتبطوا وين حكينا؟ بالنسبة للريفيرسيبل إنهيبيشن مالي بالهيم آيرون. يعني مثلا الأزول أنتي فنجل وين بيرتبطوا؟ بالهيم آيرون. أوكي؟ بينما الكينولونز بيرتبطوا باللايبوفيليك سايت أوف السيتوكروم بي 450. طبعا ارتباط الازول انتي فانجلز بالهيم ايرون بسبب انه الازول طبعا هاي رح نشرحها بالميديسينال 2 انه فيها يعني بعضهم بيحتوي على هاي الرينج اوكي اللي هي ايش متذكرين شو اسمها هاي الايميدازول بالضبط الايميدازول هسا الهيم متذكرين الهيم ايرون جوا السيتوكروم شو كان عليه شحنه متذكرين Fe بلس 3 فاذا ممكن اي اتوم فيها الكترونات تعمل كوردينيشن مع الهيم فهاي الميكانيزم تبعت الانتراكشن عشان هيك بنحكي الازول والانتراكت وذ ذا هيم حتى السايميتيدين يعني السايميتيدين لو بدي ارجع على الرسمه تبعت السايميتيدين طلعوا السايميتيدين خليني ارسم لكم دائره على الجروب شايفينها فذيس نيتروجين والانتراكت اند ايفن ذيس وان هاي كمان نيوكليوفيليك كمان راح تعمل interaction. اوكي؟ طيب. طبعا راح ناخذ هذا الحكي بالميديسينال 2 ونحكي انه ما بقدر اشيل الايميدازول رينج، يعني ممكن واحد يفكر طب اذا هاي الشغله سيريس بشيل الايميدازول رينج وبخلص. راح نشوف انها essential for the antifungal activity تبعت هاي المركبه. في حد عنده سؤال على irreversible inhibition؟ لا دكتور. طيب نيجي على الميتابولايت انترميديت كومبلكسيشن من اسمه انترميديت اذا مش دوايه اللي راح يعمل انهيبيشن للسيتوكروم بي 450 مين راح يعمل انهيبيشن اتس ميتابولايت فناخذ مثال الامين حكينا بالسيتوكروم بي 450 بتحول لهيدروكسيل امين بتحول لنيتروزو هسا مين اللي راح يعمل انهيبيشن للسيتوكروم بي 450 طلعوا مين النيتروزو فعشان هيك بنحكي اسمه ميتابولايت انترميديت كومبلكسيشن هاي الكومبلكس اللي تكون فصار السيتوكروم اوكيوبايد مش فاضي يعمل ميتابوليزم ليور ادرج واضح ناخذ مثال اخر مثلا البنز ديوكسيزول هذا المركب بتحول لراديكال بعدين بعطيني كاربين الكاربين بيرتبط بالسيتوكروم بي 450 فينيلزين كمان هو عباره عن سي ان ستيمولنت فينيلزين بتحول ل اللي هو الازو والازو بروح بيرتبط مع السيتوكروم بي 450 اروماتيك كومباوندز زي مثلا ترايازول تعطيني كمان هذا الانترميديت بيرتبط مع السيتوكروم بي 450 فاذا it's not your drug it's metabolite زي مين عندنا ادويه بتعمل هاي الحركه الماكرولايتس زي الاريثروميسين والكلاريثروميسين بيليف ات اور نوت هذا الانهيبيشن it's not serious مش عالي مش كبير مش قوي اني اخاف منه اوكي بس يذكر يعني انه هاي الادويه تعمل intermediate complexation with my drug في حد عنده اي سؤال شباب
تمام. طب دكتور هاي الحالة ليش ما نمنع الميتابوليزم؟ مو أنت حكيت إذا الخلل الميتابولايت نمنع الميتابوليزم؟ مش ما فهمتش السؤال تمام مرة. بحكي لك مو إحنا درسنا إنه إذا كان الخلل أو التوكسيسيتي جاية أو الأشياء اللي ما بدي إياها من الميتابولايت أنا ما بمنع يصير ميتابوليزم أصلاً، بكون هذا حل يعني؟ ممكن يكون حل، بس إحنا حكينا مهم إني أعرف الـ SAR، وهذا إيش راح نركز عليه إحنا في آخر جزء راح نحكي لكم، يعني إنه نحن بنتدرج قاعدين بالشرح. بعدين أنت بتصطدمي إنه أنا ما بقدر أغير هاي الجروب لأنها جزء أساسي بالأكتيفيتي تبعت ماي دراج. بهاي الحالة I cannot modify my drug. I must look for other solution. واضح؟ آه تمام دكتور. يعني مثلا لما أنا أحكي عن الأزول أنتي فنجل زي ما شرحنا قبل شوية اللي هم الكيتوكونازول، طب أنا بدي أعطي أنتي فنجل، طب هل بالضرورة أعطي أزول أو كيتوكونازول؟ لا، بروح بعطي فلوكونازول. واضح الفكرة؟ يعني بكل بساطة أنا ممكن أغير الدواء نفسه، I will administer another drug وأطلع من كل هاي المشكلة. يعني ما في داعي أروح أعمل modification للكيتوكونازول عشان يبطل إنزيم إنهيبتر، لا، بعطي another drug. وممكن ما أغير الكيتوكونازول، ممكن أغير الدواء الثاني اللي هو الأنتي بكتيريال أو whatever عشان ما يتأثر بالكيتوكونازول. في عندي so many options، ما في داعي إني أروح على المختبر وأرجع وأبلش أصنع بمركبات جديدة. طيب وآخر نوع بالميكانيزم أو بالإنهيبيشن بنسميها ميكانيزم بيست إنهيبيشن. طبعاً الميكانيزم بيست إنهيبيشن بنسميها بمعنى آخر اللي هي السويسايد إنهيبيشن. أوكي؟ شو يعني سويسايد؟ انتحاري؟ انتحار. إذا أنا في عندي إشي قاعد بنتحر، بقتل حاله من حاله. مين هو اللي قاعد بنتحر؟ السيتوكروم B450 itself. كيف؟ طلعوا هسه دواء الانهيبيتر راح يصير له بالسيتوكروم B450 بتحول لإيش؟ لميتابولايت، زي ما حكينا قبل شوية بالميتابولايت انترميديت كومبلكسيشن. انهيبيتر itself it's not a cytochrome B450 inhibitor، هذا it's intermediate، هو اللي راح يروح يرتبط بالسيتوكروم، بس ما راح يروح يرتبط على another cytochrome مثلا 2D6 مثلا، هنا نعتبر هذا 3A4. هو راح يجي يرتبط وين؟ راح يرجع يرتبط على نفس الإنزيم. فشو معنى الحكي هذا؟ إنه هذا السيتوكروم حول الدواء لميتابولايت وهو اللي راح يقتل. يعني كأنك بتعطي شخص فرد وبتحكي لك وبتحكي له تخني هيك، واضح الفكرة؟ فأنا حولت الإنهيبيتر لتوكسيك لإنهيبيتر يرتبط فيه نفسه في نفس الإنزيم، عشان يقسم منها سويسايد إنهيبيشن أو ميكانيزم بيست إنهيبيشن. سو دكتور هو نفسه هو الفينوبارتال؟ بحكي هو نفس الفينوبارتال؟ لا لا لا، مختلف هون. الفينوبارتال حكينا بيعمل إنزيم إندكشن بزيد تصنيع السيتوكروم B450 اللي بتعمل ميتابوليزم للفينوباربيتال. هنا بنسميها سويسايد انهيبيشن، هذيك اندكشن، هاي انهيبيشن something different. ماشي؟ وهذاك الدواء هون الانزيم نفسه هو اللي بيساعد في تحويل الانهيبيتور لتوكسيك ميتابولايت. طبعا شوفي عندي ادويه، الادويه اللي بتحتوي على الالكين، الالكينز بتحول لراديكال، وهذا الراديكال بيرجع بيرتبط بنفس الإنزيم. مثلا البروجستين، نور إثندرون، هي عبارة عن أمثلة لهيك أدوية. سايكلوفوسفاميد معروف طبعا، شو السايكلوفوسفاميد مين بيعرف؟
شو بيشتغل سايكلوفوسفامايد؟ أنتي كانسر. بتحول بالسايتوكروم بي 450 لإيش؟ لأكرولين. أوكي؟ هذا الأكرولين هو اللي بيرتبط بالسايتوكروم بي 450 نفسه. وفي عندي الكلورامفينيكول. مين بيعرف الكلورامفينيكول؟ مضاد ميكروبي. بالضبط، انتي باكتيريال كومباوند بتحول. طبعا احنا شرحنا الكلورامفينيكول صح، انا ناسي، مهلاكم انتوا ناسينه. شرحنا على الكلورامفينيكول بتحول لتوكسيك ميتابولايت لما يعطيني هذا المركب، شرحناه. anyway this intermediate، هذا intermediate might interact with the cytochrome itself، كأنه بيعمل suicide inhibition. واضح شباب شو يعني suicide أو mechanism based inhibition؟ دكتور شو الفرق بين suicide والintermediate اللي قبله يعني؟ بالintermediate the metabolite will inhibit another enzyme. يعني مش نفس السيتوكروم بي 450 اللي طلعه، يعني هون 3A4 مثلا، هذا مثلا 2D6، يعني بيطلع من داخل هذا الانزيم بيروح بيعمل انهيبيشن لانذر سيتوكروم بي 450. بالميكانيزم بيست انهيبيشن هذا المركب اللي طلع رح يرجع يدخل جوا نفس الانزيم، نفس نوع الانزيم، ويعمل له انهيبيشن. واضح؟ واضح يسلم. تمام. زي ما حكينا طبعا الالكين الالكين والالكينز، يعني هاي المركبات رح نتفرج عليها. طبعا يمكن احنا حكينا عن هذا المركب الكيل هالايد سايكل فوسفامايد، بيحتوي على كمان الكيل هالايد جروب بيرتبط وبيعمل لي توكسيسيتي. مفهوم شباب؟ في حد عنده سؤال عن الحكي اللي حكيناه؟ طيب خلينا بس باخر تقريبا 5 دقائق او 10 دقائق، مش راح اطول عليكم اليوم، نحكي على another أو نكمل على factors affecting drug metabolism. وهي تقريبا راح تكون شوي هيك يعني أقرب إلنا، يعني واضحة أكثر من الإنزيم induction والإنزيم inhibition. في أحد عنده سؤال عن الإنزيم induction أو inhibition؟ في أي سؤال شباب؟ طيب خلينا نكمل نحكي عن الـ other factors affecting enzyme inhibition. Yeah, sorry, metabolism. في عندي إشي اسمه genetic factor، وفي physiological factor، وفي pharmacodynamic factor، وفي عندي environmental factor. Okay. هسا الـ genetic factor إلها علاقة، وبذكركم لما كنا نحكي عن الأسيتايليتر شو حكينا؟ في عندي أشخاص شو بكونوا؟ فاست أسيتايليتر. بالضبط، رابيد أسيتايليتر، وفي ناس بتسميهم سلو أسيتايليتر. فهذا على شو بيعتمد؟ بيعتمد على الجين إكسبريشن أو الجينيتك بوليمورفيزم، رح نحكي عنها. فيسيولوجيكال فاكتورز يعني مثلا تأثير الإيج، العمر، معقول العمر ما يأثر على the rate of metabolism؟ طيب الهرمونال changes مش راح تأثر؟ نوع الجندر male أو female؟ طيب pregnancy، طب مريض معه مال nutrition ناشي فقر دم أو سوء تغذية، هل يعقل الميتابوليزم تبعه زي واحد أكله طبيعي؟ كل هاي الشغلات بتأثر، بعد نحكي عنها بعد شوي. فارماكو دايناميك فاكتورز،
زي ايش؟ وكاينتك طبعا دايناميك كاينتك. هيك عن الدوز، الدوز راح تاثر فريكوانسي اوف دوزينج، طبيعه الروت اوف ادمنستريشن. اذا دوائي بصير له ميتابوليزم بالجي اي تي واعطيته انترافينوس، فهل هيك انا I will bypass the drug metabolism or not؟ شو رايكم؟ نعم، لانه بتروح من جد. كيف؟ فاذا احيانا الروت اوف ادمنستريشن بخلي دواك يا اما تزيد الميتابوليزم تبعه يا اما تقل. البروتين بايندينج شو علاقتها في الدراج ميتابوليزم؟ علاقه طرديه ولا عكسيه؟ عكسيه. علاقة عكسية، كل ما زاد ارتباط دواك في البروتين كل ما قلت فرصة أو تأخرت فرصة الميتابوليزم تبعه. واضح؟ environmental factors اللي هي البوليوشنز، الكونتامينيشنز اللي موجود بالهواء، وبنذكركم بالبستيسايدز اللي حكينا عنهم، هم عبارة عن enzyme inducers. في عنا إذا مثلاً مريض مثلاً أو شخص بيشتغل بالمناجم، بيشتغل بمصانع كيماويات، ممكن تطلع مثلاً toxic fumes مثلاً زي CO carbon monoxide. هاي الشغلات تعتبر enzyme induction. يعني في كثير يعني شغلات أو أوجه لل environmental factors. خلينا بس اليوم نحكي عن الايج، وبنكمل ان شاء الله بالمحاضره الجايه عن الاذر فاكتورز. هسه الايج احنا في عندنا تقريبا 3 ديفرنت ايجز او ليفلز او اللي هن بيريود اوف لايف. في عندنا طبعا نحكي عن الفيتوس، الجنين في الرحم، وبعدين التشايلد هود، بعدين الأدلت والإلدرلي. أوكي، يعني أربع مراحل، سوري، فيتوس، تشايلدهود، أدلت، إلدرلي. أوكي، هسا مين بتتوقعوا أكثر ناس عندهم الميتابوليزم ضعيف وقليل من هاي الأربع مراحل؟ الأدلت. الأدلت قليل؟ سوري دكتور، فيتوس. البالغ يعني الأشخاص البالغين، الشباب، الشباب والجسمه. الفيتوس دكتور، الجنين. الفيتوس والكبار بالعمر. بالضبط، إذا الفيتوس والإلدرلي هذولا نتوقع إنه الميتابوليزم قاعدة بتقل لسبب أو لآخر، هنحكي عنها. أكثر إشي بلاحظ إنه موجود بالتشايلدهود وبالأدلت. أوكي؟ طيب هسا نأخذ الإلدرلي، ليش طيب الميتابوليزم بقل؟ أول إشي قدرة الليفر على تصنيع different enzymes بتقل ولا بتزيد؟ بتقل. هاي فيسيولوجيا ما فيش فيها أي نقاش. طبعا بتعتمد، يعني في ناس بيضلهم للسبعين للثمانين وجسمه، لأنه كمان هاي بتعتمد على طبيعة الأكل، الرياضة، يعني كثير عوامل. شو كمان ممكن يتأثر بالإلدرلي؟ بتأثر إيش؟ الرينال كليرنس، الهيباتيك بلد فلو. يعني الليفر شغال تمام بس الهيباتيك بلد فلو قليل، إذن هذا سلباً راح يأثر على قدرة الليفر على الميتابوليزم of drugs. مظبوط ولا مش مظبوط؟ حتى even بلازما بروتين بايندينج كمان راح يتأثر. طيب لاحظوا كمان انه الفيرست فاست ميتابوليزم لا كثير من الأدوية بقل بالإلدرلي بيشنت، يعني مثلا ديازيبام، ثيوفيلين، مورفين، بروبرانولول، أميتريبتلين، هاي المركبات بصير لها extensive phase fast metabolism، بقل هذا الشيء بالإلدرلي.
In general, معظم الفيز 2 انزيمز بتأثر أكثر بكثير من الفيز 1 مع التقدم بإيش؟ بالعمر. واضح شباب هاي النقاط؟ طيب نيجي على الفيتس. الفيتس لاحظوا إنه الجنين اللي لسه ما انولد only the cytochrome 3A family اللي بتكون well developed, وباقي السيتوكروم B450 بكون تركيزهم قليل جدا. Almost all phase 2 enzymes are not synthesized أو are absent. يعني phase 1 3A أكثر واحد والباقي كله minimal. Phase 2 تقريبا مش موجودين. واضح يا شباب؟ طيب عشان هيك بنحكي المرأة الحامل مش أي أدوية بتقدر تأخذ, لأنه أحياناً ممكن هذا الدواء اللي أخذته المرأة الحامل يكون بيصير له ميتابوليزم بال2D6 مثلاً. طب ال2D6 موجود بجسم الجنين ولا مش موجود؟ مش موجود. إذن شو راح يصير بهذا الدواء؟ It will be accumulated وممكن يكون توكسيك, وجسم الجنين قاعد بنمو وبتطور فهو عرضة لكثير مشاكل من الأدوية بشكل عام. هسا المرأة الحامل في سؤال في إنه الدواء لو ما كان توكسيك وأخذته المرأة الحامل ممكن يأثر على الجنين؟ لا طبعا. الدليل إنه في عندنا أدوية بنسميها كاتيجوري A وفي أدوية كاتيجوري B, صح ولا غلط؟ صحيح. في مضادات حيوية بنعطيها سيف على الحوامل, في مسكنات سيف, في كثير أدوية سيف. فهاي الأدوية حتى لو دخلت جوة جسم الجنين وظلت accumulated مش راح تتحول لتوكسيك ميتابولايت, أو هي نفسها it's not toxic, فأنا مش خايف منها مع الوقت, لأنه دم الجنين ودم الأم يعني باستمرار في عندي واشينج وشغلات, هاي الشغلة ما بتخوفني كثير. بالمقابل في عندي أدوية very toxic to the fetus زي ما راح نشوف في medicinal 2, الكينولونز, الأمينوغليكوسايدز, التتراسايكلينز, they are contraindicated in pregnant woman. طيب لا, واللي بيزيد الطين بلة المرأة الحامل واللي بتدخن ما شاء الله عليها, يعني البلاسينتا تبعت المرأة الحامل بتكون more permeable for so many drugs. يعني القدرة الإلهية إنه البلاسينتا كمان هي نفسها بتكون فلتر بتمنع دخول كثير مواد موجودة في دم الأم ممكن تكون ضارة للجنين. بس إذا كانت المرأة مدخنة البلاسينتا تبعتها بتكون more permeable, فراح تسمع لها كثير من الأدوية لتدخل جوا لعند الجنين وتعمل له مشاكل. واضح؟ طيب بينما بعد ما ينولد الطفل, تخيلوا خلال أقل من شهرين, يعني عمر الطفل the newborn 2 months only, the level of enzymes كلهم بدون استثناء حتى الفيز 2 بكون مشابه للأدلت level. واضح؟ يعني بعد الشهرين ممكن أعطي الطفل كثير من الأدوية وأنا مش خايف, آه والله الميتابوليزم تبعه ماشي وأموره تمام. واضح شباب هاي النقطة؟ في حد عنده سؤال عليها؟ آخر إشي نحكي شو علاقة اليرقان أو الإصفرار أو الإصفار بالعامية مع النيوبورن بيبي؟ طبعاً البيليروبين
mainly the major root of metabolism اللي هو ايش حكينا عنه متذكرين؟ glucuronidation بالضبط. شو حكينا الglucuronidation بالفيتس؟ هل متكون ولا ما في عندي؟ ما بيكون عندي. not there. فعشان هيك اذا كان تركيز البيليروبين طبعا لانه هذا بيعتمد على الطفل نفسه على الجنين في كثير اجنه بنولده وما بكون الليفل تبع البيليروبين بخوف فعشان هيك ما بتحس انه في صفار كثير عند الطفل بس بالمقابل في بعض الاطفال معظم طبعا الاطفال بنولده معهم صفار تعتمد يعني او الدرجه تبعته بتختلف من واحد لثاني بسبب ايش انه البيليروبين ما صار له ميتابوليزم اتصنع بس ما صار له ميتابوليزم واضحة الفكرة؟ طبعا لحسن الحظ within 2 months maximum الجسم ببلش يكون جلوكورونايد ترانسفيريز ايضا ببلش يخلص من البيليروبين so in most of the cases you don't have to give drug to treat الهايبر بيليروبينيميا او الصفار عند الاطفال في ناس بحكي لك والله عرضه لأشعة الشمس في ناس بحكي لك يعني في أكثر من مقولة بس ما إلها يعني أو ما بعرف إذا في لها أساس علمي أو لا بس إحنا كنت أسألك دكتور كنت أقولك إيش معنى في الخداج لما يجي الطفل عليه صفار بحطوه تحت الضوء يقول لك عشان يروح الصفار إنه شو الفكرة في الموضوع مش عارف هل البيلي روبن نفسها بتكون light sensitive or not بدنا ندور يعني بمعيتكو يعني أي واحد هيك بيجي على باله مخطر على باله سؤال يدور يعني هل مثلا هذا البراكتس صح هل فيه له أساس علمي أو لا فخلينا دوروا من هنا للمحاضرة الجاي إذا بتلاقوا معلومة ممكن تفيدونا هل مثلا تعرض أشعة الشمس للجلد إنها بتحفز الجسم ليصنع إنزيمز أو بتحفز الليفر I don't know ما بعرف يعني بتسرع تصنيع هاي الإنزيمز ما بعرف والمشكلة الثانية اللي بتواجهنا بالفيتس خصوصاً إذا كانت المرأة الحامل بتأخذ كلورامفينيكول كدواء أوكي؟ حتى لو كان توبيكال ممكن جزء منه يوصل على الدم أوكي؟ إذا وصل على الفيتس بعطيني إشي بنسميه الجري بيبي سيندروم طبعاً هاي المشكلة كانت تواجهنا عند الناس زمان لأن الكلورامفينيكول كان ينعطى أورال أوكي كان في منه أورال وكان في منه إنتروفينس nowadays صراحة it has very limited parenteral أو systemic use هو mainly بس موجود eye drops و eye ointment و topical cream بس كمان لازم المرأة الحامل ما تأخذ حتى ال eye ointment أو ال eye drops من الكلورامفينيكول احتياطا لتجنب ال accumulation of كلورامفينيكول في جسم البيبي لأنه راح يعمل لي إشي بنسميه gray baby syndrome وطبعاً عدا عن التوكسيسيتي تبعت مين الكلورامفينيكول واضح شباب في حد عنده سؤال على آخر إشي حكينا لأنه راح نوقف لهنا Do you have any question شباب يعطيك العافية دكتور دكتور بدي أسألك عن مادة المد لوين راح يكون داخل معنا مادة المادة لسه يعني كل المادة اللي احنا قاعدين نشرح فيها داخلة يعني عادة احنا بندخل كل المقدمة مع الدراج ميتابوليزم والفاكتورز افكتينج دراج ميتابوليزم واحيانا بندخل الريسبتر دراج انتر اكشن احنا ممكن نأجل الريسبتر بس كمان راح تكون مادة الفاينل كبيرة بنشوف كيف الوضع بنشوف كيف اذا احنا خلصنا يعني الفاكتورز افكتينج الاسبوع يعني المحاضرة الجاية راح نخلصها يعني مش راح يعني راح نبلش ندخل بالريسبتر دراج انتر اكشن فممكن ندخل الريسبتر يعني عشان تكون الماده الكبير يعني الماده الفاينل يعني تكون يعني مش كبير كثير يعني anyway بنشوف كيف الوضع ان شاء الله يعطيك العافيه دكتور طيب ماشي يعطيكم العافيه وخلص نشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه السلام عليكم